السلام عليكم، صباح الخير، ازيكم يا شباب؟ هتلاقوا تحت في وصف الفيديو لينك لتحميل لايكا سي اس 15 سيميوليتور او كنترول سيستم 15 او محاكي جهاز التحكم كنترول سيستم 15 الخاص بجهاز جي بي اس لايكا جي اس 14. اهمية جهاز الكنترولر هو المتحكم الرئيسي اللي عن طريقه بنقوم بإدخال البيانات والنقاط ويعطي الأوامر المختلفة لضبط الإعدادات والعمل على قطعتي البيز والروفر زي ما هنعرف بإذن الله. تقدر تخش على البرنامج وتتصفح النوافذ المختلفة لمعرفة شكل النوافذ والبرامج المختلفة الموجودة على الجهاز. طريقة تصطيب البرنامج بسيطة، لو انت ضغطت ضغطة هنا هتلاقي اللينك موجود تحت، هتضغط عليه هتفتح الصفحة اللي قدامك، هتضغط على داونلود، بعد كده البرنامج هينزل عندك على الجهاز في مكان معين، اعمل open folder، بعد كده هيظهر لك البرنامج مضغوط، هتقوم بفك الضغط، بعد كده هتخش على الفولدر، هتتك سيت اب، بعد كده يس، بعد كده نيكست نيكست انستول الى اخر الحد البرنامج ما هيخلص. الايقونة هتظهر على سطح المكتب، ممكن الجهاز يحتاج لعمل ريستارت، اعمل ريستارت للجهاز، بعد كده البرنامج هيشتغل معاك عادي جدا. حمل البرنامج وهنطبق عليه مع بعض باذن الله. كان معاكم عمرو صفوت من سيرفي مصر، واتفرجوا على الدروس اللي فاتت واستنونا على خير الحلقة الجاية. السلام عليكم.